ملخص كتاب 10 حجج لإلغاء حسابات التواصل الاجتماعي الآن. تأليف جارون لينير بصوت علي شاهين. في أوائل عام 2018 تفجرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وهذا اسم الشركة التي جمعت بيانات شخصية لأكثر من 87 مليون مستخدم على موقع فيسبوك دون موافقتهم، لاستخدامها في الدعاية السياسية وتغيير توجهات الرأي العام لصالح من يدفع أكثر من السياسيين والأحزاب. كانت ردود الفعل غاضبة، وفرضت غرامة تقدر ب5 مليارات دولار على موقع فيسبوك، وتغيرت قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وقامت حملة عالمية لإلغاء حسابات موقع الفيسبوك. ولكن سرعان ما اختفت هذه الحملة وعادت الأمور إلى طبيعتها وكأن شيئا لم يكن، ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي يجعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه القوة. يجري التعامل مع هذه المواقع باعتبارها من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، علما أن أي شخص يستطيع التخلص منها. الحقيقة أن هذه المواقع مصممة حتى تدمنها لكي يتمكن القائمون عليها من تعظيم أرباحهم، وغاية هذا الكتاب أن تدرك الطبيعة الحقيقية لهذه المواقع وأن تملك قرارك عن قناعة، إما في الاستمرار باستخدامها أو اتباع نصيحتي وإلغاء حساباتك بها. الفصل الأول: تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي في تصميمها على إدمانك عليها. كم ساعة تقضي أسبوعياً وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل تعرف شخصاً بالغاً لا يضيع الكثير من وقته الثمين عليها مثلما تفعل أنت؟ لا تمر ساعة من ليل أو نهار إلا ونجد إشعارات من مواقع التواصل الاجتماعي على هواتفنا تشتت انتباهنا وتطلب منا فتحها. عليك أن تعلم أن هذه المواقع تراقبك وتجمع البيانات الشخصية عنك وعن ملايين المستخدمين بهدف إنشاء نماذج إحصائية تتوقع أفعالك وتتنبأ بسلوكك، وما يدل على ذلك اكتشافك أن الإعلانات المعروضة في حسابك ملائمة لك وتخاطب احتياجاتك على نحو مثير للريبة بطريقة قريبة من التلاعب النفسي بفضل هذه البيانات. تغذي بنية مواقع التواصل الاجتماعي عقولنا بأنماط معينة ومتكررة من المحتوى الهادف لإحداث تأثيرات نفسية تتكرس في طريق تحولها إلى إدمان. وهنا ينبغي الانتباه والتفريق بين الإعلان التقليدي وتعمد توجيه السلوك الشخصي من خلال التلاعب النفسي الذي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة له. وإن كنا نتسامح نسبيا مع الإعلانات التجارية، فإن الإعلانات السياسية أو الدعايات السياسية عادة ما تكون مثيرة للقلق لخطورتها على سلامة المجتمعات والدول. أعتقد أننا نتحول تدريجيا إلى ما يشبه فئران التجارب الخاضعين لرقابة متواصلة تدفعنا إلى اتخاذ قرارات معينة لصالح أشخاص آخرين لا نعرفهم إلا أنهم يتحكمون في المنظومة. إن الوعي بهذه الحقيقة هو أول خطوة للتحرر منها. لابد أن نعلم أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ليس لفظا مجازيا بل حقيقة راسخة، لأن مليارات الدولارات التي تربحها هذه المواقع تأتي من خلال تقديم خدمات دعائية لشركات ومؤسسات وأحزاب ترغب في التأثير على قراراتك، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية. وطالما ظلت القواعد الحاكمة لهذه المواقع على حالها، فلا سبيل لحماية إرادتك الحرة إلا بالتوقف عن استعمال هذه المواقع إلى حين تغيير سياساتها. الفصل الثاني: يقوم الواقع الافتراضي بتغيير شخصيتك إلى الأسوأ. إن الغاية الرئيسة من تصميم مواقع التواصل الاجتماعي هي زيادة انخراط المستخدمين فيها بقضاء وقت أطول يتفاعلون فيه بشكل عال مع المحتوى، فلا يهم إن كانت مشاعرهم سلبية أم إيجابية طالما أنهم متصلون على الشبكة. فلا مشكلة في أن يقوم المستخدمون في بث محتوى مثير للجدل بل وضار بالآخرين، لأن هذا المحتوى يدفع مستخدمين آخرين إلى التفاعل معه عبر تمضية المزيد من الوقت. ومن واقع تجربتي في كتابة المقالات على الإنترنت لاحظت اهتمامي البالغ بتعليقات القراء، فكانت هناك حاجة ملحة داخلي للحصول على رضا الناس، وكنت أغضب إن وجدت تعليقات سلبية. وسرعان ما اكتشفت أنني أصبحت أكتب للحصول على إعجاب القراء لا للتعبير عن حقيقة ما أعتقده،
فلم أكن أعبر عن حقيقة آرائي، وإنما ما اعتقدت أن القراء يرغبون في قراءته من آراء، كما أنني لاحظت تغييرا في أسلوب خطابي الموجه للآخرين، وأنني أصبحت أكثر عدوانية وأقل مراعاة لمشاعرهم. لا تخلق وسائل التواصل الاجتماعي السلوك العدواني، وإنما تحرص على تكريسه، فتقسم المجتمع إلى مجموعات متنوعة تمثل كل منها عصبة يرى أعضاؤها أنهم على عداوة مع عصبة أخرى، وأنه لابد من الصراع معها. هذه الحالة تتعزز بواسطة برمجية مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقي لك المحتوى الذي تراه، فتظهر لك المحتوى الذي يعزز رؤيتك القائمة والآراء التي تقتنع بها، وترشح لك الأشخاص والصفحات المشابهة لك ثقافيا وسياسيا، وهذا يجعلك أكثر ضعفا أمام التضليل وتوجيه السلوك، كما يمنعك من التعاطف مع من يخالفك الرأي، لأنك لا ترى الأمور من منظور الآخرين، وبالتالي فأنت لا تفهم مبررات مواقفهم، وهذا ما يضر المجتمع كله كما سنرى في الفصل الآتي. الفصل الثالث: تخلق مواقع التواصل الاجتماعي وعياً زائفاً في عقول مستخدميها. يمكن القول بأن وسائل التواصل الاجتماعي في الوضع الحالي ما هي إلا ماكينة لتعديل السلوك الإنساني مقابل المال، إذ تقوم على تشجيع السلوك الجاذبي للانتباه الذي يؤدي إلى صعود الشخصيات البغيضة والتافهة وظهورها أكثر، لأنها تقدم محتوىً أكثر غرابة وأكثر إثارة للجدل، ناهيك عن انتهاك الخصوصية وجمع البيانات دون علم أصحابها أو موافقتهم. ومن مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً إقامتها لعالم زائف من الأشخاص منتحلي الشخصية والمدعين، إلى جانب ملايين الحسابات الزائفة، كل هذا بهدف تحقيق ملايين المتابعات والمشاهدات الزائفة لشخصية عامة تسعى وراء الشهرة، وهذا ما يؤدي إلى تخريب المجتمع الحقيقي وإفساده. كل هذه السلبيات تعتمد على كثافة المحتوى الذي تجد فيه دائماً الجديد والمثير بغض النظر عن مصداقيته، فتخفي الحقائق وتبرز الأكاذيب وتشجع الشخصيات الكريهة والمتنمرين على الظهور في سبيل تحقيق محتوى أكثر تفاعلية، فلا يعود هناك مجال للحقيقة وسط كل هذا الزيف والتضليل. إن تداعيات تشويش وسائل التواصل الاجتماعي على الحقائق أصبحت خطيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تعرف مجتمعاتنا اليوم مرضاً مخيفاً مثل شلل الأطفال، وذلك بفضل حملات التطعيم التي انتشرت سابقاً واستمرت حتى وقتنا الحالي، إلا أن نظرية مؤامرة مفادها أن المطاعيم المضادة لهذا المرض خطيرة وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعي الناس إلى عدم تطعيم أطفالهم، ووصل الأمر إلى حد أن الأشخاص المتعلمين قد اقتنعوا بهذا الكذب الذي قد يؤدي إلى كوارث. يدل هذا المثال على أن الأكاذيب تجد في مواقع التواصل الاجتماعي بيئتها الخصبة، وأننا بحاجة إلى وسائل إعلام ترفع من مستوى الوعي لعموم الناس عوضاً عن تضليلهم كما هو الحال الآن. اقتباس: وسائل التواصل الاجتماعي متحيزة، ولكن تحيزها ليس لليمين أو اليسار السياسي، وإنما للانحطاط أينما كان. الفصل الرابع: تكسب مواقع التواصل الاجتماعي المال من كونك تعيساً. تقدم وسائل التواصل الاجتماعي نفسها باعتبارها أدوات للتواصل بين الأصدقاء ومشاركة اللحظات السعيدة والأفكار الإيجابية، ولكن الواقع أنها تجعلك تعيساً وتزيد من إحساسك بالعزلة، فهذه المواقع تحدد معايير غير واقعية للجمال والمكانة الاجتماعية لدعم الإعلانات المعروضة على صفحاتها، فتدفعك إلى شراء ما لا تحتاج، مما يصب المزيد من الأموال في الحسابات البنكية لهذه المواقع، بينما تترك حائراً فيما ستفعله بالمنتجات التي ابتعتها. تعتمد البنية الخوارزمية لهذه المواقع على معيار التفاعل كهدف للنجاح، مما يجعلها تقدم لك محتوى تتفاعل معه، بما في ذلك المحتوى السلبي الحزين الأكثر تفاعلاً من غيره فتقدمه لك أكثر، وهذا جزء من إدمان هذه المواقع الذي يؤدي إلى انعدام اللذة، فيكون وجودك فيها سلوكاً قصرياً يزيد تعاستك، وتبعدك هذه المواقع عن التواصل الطبيعي مع الأسرة والأصدقاء، كما أن هناك احتمالاً كبيراً لتعرضك للتنمر خاصة إن كنت شاباً، فمجرد تعبيرك عن رأيك بصراحة قد يؤدي إلى تحويلك لمادة للسخرية أو الاستهزاء على نطاق واسع. مصلحة مالكي هذه المواقع والمعلنين تكمن في تعميق ضعفك وحزنك لتسهيل التلاعب بك، فإن كان الأشخاص سعداء حقاً لما اهتموا بأرقام الإعجابات والتعليقات على منشوراتهم،
ولما بقوا مواظبين على تفعيلها، فكيف تكون سعيدا وأنت لست حرا؟ نعم لست حرا، فأنت مقيد بهذا العالم الافتراضي الذي يشكل وعيك بتعريضه لتدفق موجة من المحتوى والأفكار دون غيرها. ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، أقصد أن الأمر لا يقتصر عليك أنت، فهذا الواقع الاجتماعي الافتراضي يقوم على بناء اقتصادي ضار بالمجتمع. الفصل الخامس: تستند مواقع التواصل على صعود نمط مضر من الأنشطة الاقتصادية. بدأت في السنوات الأخيرة تغيرات اقتصادية عميقة في الظهور، مثل اعتماد الكثيرين على الوظائف المؤقتة التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت (gig economy)، والتي لا تحقق الأمن الاقتصادي للعاملين فيها مهما قضوا من سنوات ومهما كان مستوى مهاراتهم، فيمكن أن يختفي المسمى الوظيفي ذاته في لحظة ما مع التطور التقني السريع. وقد كان ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ونجاحها سبباً في تحفيز هذا النمط من النشاط الاقتصادي. عند بداية انتشار الإنترنت كان لابد من الاختيار بين طريقين، وهما: الأول صنع مواقع وبرامج تقدم خدمات مدفوعة بقيمة عادلة، والثاني تقديمها مجاناً والاعتماد على رعاية المعلنين. وقد كان هذا الخيار الأخير الأكثر شعبية، وعندما حققت مواقع التواصل الاجتماعي نجاحاً خارقاً بأرباح خرافية، ترسخ النموذج الاقتصادي القائم على عوائد الإعلانات، فسمح لهندسة تلك المواقع أن تتجسس على مستخدميها وأن تتلاعب بهم من أجل تحقيق مصالح المعلنين، وأصبح معيار الوظيفة هو القدرة على تلبية احتياجات المعلنين لا الإبداع أو الإنتاج. بمعنى آخر، نشأ نمط اقتصادي مضر بالمجتمع يستفيد منه قلة تحقق الثروة، بينما يفقد عدد لا يحصى من الناس أمنهم الوظيفي والاقتصادي. ولهذا أعتقد أن تقديم خدمات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اشتراكات مدفوعة هو البديل الأفضل، لأنه عندما يكون المستخدم مصدر ربح هذه المواقع فستعمل لمصلحته كما تعمل الآن لمصلحة المعلنين، وسيتوقف سيل الدعايات المضللة والأفكار الهدامة في هذه المواقع. الفصل السادس: تمثل وسائل التواصل الاجتماعي خطراً على الديمقراطية. تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين جماعات من المتطرفين، فهي تجمع الأشخاص الذين يظهرون آراء مشتركة وتوظفها لأغراض دعائية وتنظيمية. فبدلاً من أن يكون الشخص المتطرف وحيداً، يجد نفسه وسط مجموعة تقوي من ثقته بنفسه ويعتقد بأن أفكاره صحيحة، مما يشجعه على السير في طريق التطرف أكثر. وعلى عكس ما يظن البعض، فمواقع التواصل الاجتماعي ليس لها موقف سياسي محدد، فهي ليست تقدمية أو محافظة، وإنما تشجع الانحطاط في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فلا تمنع أن تقوم مؤسسات ممولة من جهة أجنبية بتمويل حملات دعائية مؤيدة لطرف في الانتخابات الأمريكية، كما لا تمنع بث الشائعات والدعايات المغرضة بما تتضمنه من محتوى مسيء ومضلل. كل هذا يتم تحت راية حرية التعبير ما دام هذا المحتوى يحقق رواجاً يحقق الربح. ويمكن القول بأنه على المستوى السياسي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمارس دوراً مشابهاً لما قامت به الكنيسة الكاثوليكية في العصور القديمة من بيع صكوك غفران تضمن لحاملها دخول الجنة، فتمنح النجاح السياسي لمن يدفع أكثر من الأحزاب والجهات السياسية. يظنني البعض أبالغ عندما أقول إنك عندما توافق على اتفاقية المستخدم في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، فإنك تكون قد وافقت على الانضمام لما يشبه الطائفة الدينية، فأنت تتحول هناك إلى شخص بغيض ينحاز إلى مجموعة تشاركه قناعاته وتعادي من يخالفها بعنف، كما وتلغى إرادتك الحرة من خلال ما يعرض لك من أفكار ومعلومات منتقاة بعناية برمجية فائقة، ولا يسمح لك أن تناقش أهدافها أو سياساتها وكأنها نصوص مقدسة. أليست هذه قواعد الطوائف الدينية المتشددة؟ فقرة بارزة من الكتاب. لتحرير نفسك ولتكون أكثر أصالة وأقل ذعرا وعرضة للتلاعب النفسي والإدمان لكل هذه الأسباب الرائعة، احذف حساباتك. الخاتمة: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من حياتنا وتؤثر بقوة في أجزاء حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، ولكن لهذه المواقع عيوب جوهرية تتركز في بنيتها الأساسية وهندستها،
لتنتج كما من السلبيات الهائلة. وفي سبيل إصلاح هذه العيوب التي تمثل خطرا على المستخدمين وعلى الاقتصاد وعلى السياسة والثقافة، يدعون هذا الكتاب إلى اتخاذ الموقف الإيجابي الوحيد المتمثل في حذف حساباتنا لإرغام الشركات المالكة لها على تطويرها وإصلاحها بما يحترم مصالح المستخدمين وحقوق الإنسان والحق في الخصوصية وحرية التعبير، لا مصالح الشركات والمعلنين. وإلى أن يحدث هذا، فالخروج من سجن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها المدمر ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية للفرد وأمن وسلامة المجتمع.